دكتور حنان، حضرتك طبعا بما ان تخصصك الارشاد النفسي والطب والعلاقات الزوجيه. لا مش الطب. طب نفسي؟ لا ولا طب نفسي، علم نفس؟ اخصائي نفسي. اخصائي علم نفسي. نفسي. اوكي. طب انا دلوقتي عايزه اعرف اهتمام الست او البنت بفكره الغيبيات وعلم الفلك والابراج، ده حاجه ترجع لتركيبتها النفسيه ولا موروث ثقافي عادات وتقاليد في المجتمع؟ لا، هي حاجات مكتسبة، يعني مش لازم تكون من تركيبتها هي النفسية. لا، حاجات مكتسبة من زي ما حضرتك قلتي، موروثات ثقافية، من المحيط البيئي اللي هي فيها، اللي هي موجودة فيه، اللي اتولدت فيه، العرف والتقاليد. زي بالظبط كده بتقول ايه، هذا ما وجدنا عليه آباءنا ممكن بشكل تبقى كبير. ممكن تبقى عادة في الأسرة هي شافتها من الجدة، يعني من زي ما الأم. نقول كده، حاجات احنا اكتسبناها وبقت مؤثرة في الشخصية بتاعتنا، وبقت من التكوين الشخصي الأصيل، نقول إيه، للمجتمعات مثلا العربية، للمجتمعات اللي في الفار إيست، بيعتمدوا بشكل كبير قوي إن هم يبحثوا في الغيبيات اللي حضرتك بتقولي عليها دي، بالطرق دي، بطرق إن هم يلجأوا للطاقة، يلجأوا لإن هم يشوفوا موضوع الكروت، قراءة فنجال، قراءة الأحجار وتأثير الحاجات دي. لكن نقدر نقول إن هي عموما في تركيبة الست أو في تركيبة المرأة النفسية، نقدر نقول إن الفضول موجود مصاحب للنفسية البشرية عموما. كل نفس بشرية هي موجودة في الدنيا دي بتدور على إجابات، زي بالظبط كده هو الإنسان البدائي، إيه اللي خلاه يعرف ربنا؟ كان بيدور على إجابات، مين اللي خلق الكون؟ إحنا رايحين فين؟ لما بنعيا بنعيا ليه؟ لما بنخلف بنخلف ليه؟ لما بنموت بنموت ليه؟ وهكذا. فإذا فكرة الفضول في إن هو يجري ورا المعرفة دي موجودة عند راجل وست. حلو قوي. لكن بالنسبة لو ما هنيجي نتكلم عموما بقى بالنسبة للتركيبة الثقافية، هل فعلا أثرت على الشخصية وده بالتالي أثر فبقى عندنا تأثير في النفسية؟ إحنا ممكن نجيبها كده.